السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الفوتوشوب. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على تول أو أداة جديدة بنقدر نضيفها على الفوتوشوب، سواء CS5 أو CS6 أو CC، وهي تول هتفيدك جدا كمصمم دعاية وإعلان وكويب ديزاينر، يعني الناس اللي بتستخدم الجايدز كتير. التول دي بنقدر نعمل لها انستول عن طريق برنامج الإكستنشن مانجر. البرنامج ده هتلاقيه موجود وبينزل مع أي حزمة من حزمة أدوبي ابتداء من CS4 تقريبا. البرنامج ده شغلته ان هو بيمانج وبيسطب كل الأدوات والإضافات المبرمجة الخاصة بكل برامج أدوبي. نرجع للتول الجديدة بتاعتنا اللي هي تول الجايد. جايد التول دي بتسهل عليك انك تاخد جايد على ملف أو الديزاين بتاعك، يعني زي مثلا انك شغال على كارت أو شغال على ويب ديزاين أو حبيت تمنتج ربع فرخ مثلا أو نص فرخ وهكذا، هتفيدك جدا وهتسهل عليك بدل ما كل شوية تروح وتفتح فيو ونيو جايد. لا، هتلاقي يا دوب عندك بوكس تدخل فيه البارامترز بتاعتك وهتلاقي الجايدز كلها نزلت على الملف. خلونا نسطب التول ونشوف مميزاتها ايه. هنروح نفتح قائمة ستارت، بعد كده all programs، ونختار extension manager CSX. هيفتح معنا البرنامج. اوكي، انا وهتلاقي كل البرامج على فكرة، انا كان عندي اوريدي متسطب هشيلها. هنروح لقائمة فايل وانستول، بعد كده نحدد المكان الخاص بالتول. انا عندي فيرجن 3 وفيرجن 2، بس انا هسطب فيرجن 2. open و accept، وكده البلاجن شغال تمام معانا. هنروح بقى علشان نفتح الفوتوشوب. دلوقتي علشان نظهر التول الجديدة بتاعتنا هنروح لقائمة ويندو و اكستنشنز ونختار الجايد. جايد هتلاقيها ظهرت معانا بالشكل ده. التول دي عبارة عن 2 تاب، تاب الجريد وتاب السيتس. تاب الجريد هتلاقي فيها ان انت بتحط البارامترز الخاصة بالتوب مارجن والبوتوم مارجن، وهنا الليفت وهنا الرايت مارجن، وهنا نمبر اوف كولومز لو انت عايز تعمل عواميد، وهنا لو حابب تعمل صفوف بتحط العدد، وهنا الويدث الخاص بالكولومز، يعني دول كده شغالين مع بعض تمام. وهنا الروز، الروز هايت برضو ارتفاع الروز نفسه ما بين كل رو والتاني، برضو شغال مع النمبرز اوف رو. هنا الجاترز الخاص بالكولومز والجاترز الخاص بالرو. الجايد دي خاصة بان احنا نعمل هوريزونتال ميد بوينت في نص الملف بالظبط، يعني جايد عرضي في الملف كله تمام. وده برضو بس هيعمله فيرتيكال. اوكي، جي جي ده بعد ما بتدخل بارامترز بتاعتك بنضغط عليه بينزل لنا كل الجايدز اللي احنا حطيناهم. هنا خاص بالكلير جايز اللي على الملف، لو طولت عليه، لو عملت هولد يعني هيمسح كل الفيلدز والبارامترز اللي احنا كتبناها. دي خاصة بان احنا نعمل سيتس او تمبلتس خاصة بينا، يعني خاصة بالتاب التانية اللي هي السيتس، يعني ملفات جاهزة او تمبلتات جاهزة، زي مثلا هنا تمبلت الاي 4 لو ضغطنا عليه هنبص نلاقي انه هو جهز 5 ملي من التوب البوتوم مارجن والليفت والرايت مارجن. خلونا نجربها على اي فايل احسن عشان تبقى برضو الصورة واضحة قدامنا. هي هنا عندنا سايز ورق اي 4. اوكي، وهجرب معاكو السيتس اللي هي الاي 4 الجاهزة. اوكي، انا خلاص اخترتها وهنروح لي جي جي. هبص الاقي الجايدز بتاعتي نزلت معانا تمام. هنا برضو تقدر تدخل البارامترز او اي رقم انت عايزه، بالسنتي، بالمتر، بالانشز، سوري، بالمليمترز، بالانشز، زي ما تحب. هنجرب الهوريزونتال ميد بوينت، جه في نص الصفحة بالظبط، والفيرتيكال هيجي برضو في النص بالظبط. طيب، في ميزة حلوة قوي في البرنامج ده ان انت بتقدر تعمل جايدز على سيليكشن، بمعنى انا هعمل سيليكشن كده، انا عايزه جواه مثلا 4 عواميد واربع صفوف. هاجي هنا على النمبر اوف كولومز وهقول 4، والروز سوري هتبقى 4، ولو ضغطت على جي جي كده عمل لي 4 صفوف واربع عواميد. علشان مش هطول عليكم، هو ده شرح مختصر جدا لتول الجايد. جايد لو حابين تعرفوا اكتر عنها تقدروا تروحوا للموقع الخاص بيها اللي هو guideguide.me، تقدروا تحملوا الفيرجنز بتاعتها من هناك.
انا على فكرة انا اخترت فيرجن 2 ان انا سطبها عندي، لان هي بالنسبة لي انا يعني اسهل من الفيرجن الجديدة اللي هم عدلوها. اشوفكم في درس جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.